الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأولوية التي تمنحها الدولة لدعم مشروعات المدارس الفنية وكذلك الجامعات التكنولوجية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع شركة سويدي إلكتريك لمتابعة موقف مشروعات الشركة في مجال النهوض بمجالي التعليم الفني والتكنولوجي. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن أن يكون لمصر ميزة نسبية بتصدير خريجي هذا القطاع للخارج، مؤكدا في الوقت نفسه تقديم الدعم الكامل من الحكومة للتوسع في المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية. وعلى جانب آخر، اطمأن رئيس الوزراء على موقف مشروع سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا والذي يتم تنفيذه من خلال التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لهذا المشروع المهم. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة. واستهدف الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين وسط وجنوب قطاع غزة، ووصلت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس وتحديدا المنطقة الشرقية منها. وفي مدينة رفح جنوبا استشهد وأصيب عشرات المواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشابورة بعد أن استشهد ما لا يقل عن 20 شخصا إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد المنازل في رفح بقطاع غزة. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت 3 محتجزين إسرائيليين في غزة يوم 15 من ديسمبر، عندما ظنت خطأ أن استغاثتهم كانت حيلة لاستدراجها إلى كمين. وخلص جيش الاحتلال إلى أن الجنود تصرفوا بشكل صحيح بحسب أفضل تقدير لهم للأمر. وفي 15 من ديسمبر الماضي أعلن جيش الاحتلال مسؤوليته عن قتل المحتجزين 3، ونشر الجيش الإسرائيلي النتائج التي توصل إليها، وخلص إلى أنه لم يكن هناك أي قصد خبيث في الحادث. استهدف قصف إسرائيلي مناطق في دمشق وجنوب سوريا وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات الاحتلال نفذت عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، ولم تعلن الوزارة عن خسائر بشرية. أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أكثر من 5600 عسكري بالمشاركة في مناورة دفاعية ردا على إرسال بريطانيا سفينة حربية إلى المياه قبالة جويانا. وقال مادورو إنه أمر بتنفيذ عملية مشتركة ذات طبيعة دفاعية ردا على استفزاز المملكة المتحدة وتهديدها للسلام وسيادة بلاده على حد وصفه. وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحول مسار سفينة HMS ترينيت إلى جويانا في ظل النزاع بين الدولة الواقعة في جنوب أمريكا الجنوبية وفنزويلا المجاورة بشأن منطقة إسيبكو الغنية بالنفط. دعا أكبر اتحاد عمالي في الأرجنتين إلى إضراب عام احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس خافير مالي. وقال الأمين العام للاتحاد للعمال هيكتور داير إن الإضراب المقرر في 24 من شهر يناير يأتي احتجاجا على مرسوم وحزمة مشاريع قوانين اقترحها مالي ومن شأنها أن تمنح الرئيس كل السلطات العامة. ويعقد الكونغرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع للنظر في حزمة مشاريع القوانين المطروحة لتفعيل المرسوم الذي كشف عنه الأسبوع الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ إذا لم يرفضه المشرعون. رياضيا، توج الأهلي ببطولة كأس السوبر المحلي للمرة 14 في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على مودرن فيوتشر في النهائي 4 أهداف مقابل 2 خلال المباراة التي جمعتهما باستادي محمد بن زايد بدولة الإمارات. وتقدم الأهلي بالثنائية النظيفة عن طريق كهربا وحسين الشحات قبل أن يعود مودرن فيوتشر للقاء ويدرك التعادل عن طريق كل من عمر السعيد ومحمد محمود
لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل هدفين مقابل هدفين، ويلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين اللذين نجح الأهلي خلالهما في تسجيل هدفين عن طريق كل من مودست وكريم فؤاد ليحسم اللقب لصالحه بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.